الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في صحيح البخاري عليه رحمة الله أن جارية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر، وقالت: وفينا نبي وفينا نبي وفينا نبي، أبيات كثيرة من الشعر. من ضمن هذه الأبيات قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، قولي بالذي كنت تقولين، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. الحديث ذا فيه فوائد كثيرة جدا، وهذه الفوائد تحل لنا كثير من المشكلات الموجودة عندنا في هذا المجتمع. أولا، من فوائد هذا الحديث جواز مدح النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بجوز للمسلم إنه يمدحه، ما في إشكال في ذلك. أولا، الله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فربنا سبحانه وتعالى مدح النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من المشاهير الذين كانوا يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. من أقواله أنه كان يقول: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلولا. كان بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي المشركين ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أيد حسان على هذا الفعل، وقال: أهجوهم يا حسان، فوالله إنه لأشد عليهم من نطح النبل أو النبل. يقول له حسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أهجو المشركين، وأهجوهم يعني أذكر معايبهم، أذكر العيوب فيهم، أذكر عورات، فإنه أشد عليهم من نطح النبل، لأنه ذلك كانوا أهل لغة وبيخافوا جدا من الهجاء. العرب زمان ليوم الليلة، في ناس الكلام ده يعرفوا، بيخاف إنك تهجوه، تقول فيه، تذكر المعايب بتاعته وتذكر العورات التي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان إنه يهجو هؤلاء المشركين، وقال: فإن روح القدس معك يا حسان، أي جبريل عليه السلام يؤيدك في هذا، فهجو هؤلاء الناس. حسان بن ثابت كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه بالشعر. يبقى ما في أي إشكال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، طالما عرفنا إنه في القرآن الله مدحه، والصحابة كانوا يمدحوه عليه الصلاة والسلام، وكان يقر ذلك. إذا ما في إشكال شرعا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبهوا، هذا المديح لا بد له من ضوابط. أي شيء في الدين ده عنده ضوابط. الدين ده ما فكه لنا ساي نعمل فيه الدارين ونحن بمزاجنا، لا، فيه ضوابط وفيه شرع يأتي من عند الله ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم. من التزم به كان مؤمنا، ومن لم يلتزم به لم يكن مؤمنا. شكد الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
أي حاجة في الدين عندها ضوابط، لكن الضوابط دي ناس كتار ما دايرينها، ما دايرينها الضوابط دي، دايرين يعبدوا الله عز وجل على هواهم وعلى أمزجتهم وعلى مصالحهم الشخصية، يكون عنده مصالح شخصية، لذلك ما داير هذه الضوابط. شوف أولا من ضوابط مدح النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يكون فيه غلو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. عشان كده الآن أنت تقول الموية غلط، غلط يعني شنو؟ يعني تجاوزت حدها في الحرارة، الغلو مجاوزة الحد. دار تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام نعم مشكلة، لكن تمدحه في الحدود الشرعية، ما ترفع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما مكانته. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان ما مكانته؟ الجواب نعم، المكان التي هي من حق الله عز وجل، الألوهية والربوبية والصفات التي اختص الله بها نفسه، ما من حقك تخط النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في مكان واحد إطلاقا. إنما هذا من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تتروني في المدح، ما تجاوزوا حدكم في المديح، كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا عيسى عليه السلام كيف؟ رفعوا لما جعلوه إله مع الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده الإطراء المزموم، كيف تجعلوا مع الله عز وجل؟ يبقى أول ضابط إنه ما يكون فيه إطراء للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما دخلت هذه الجارية، الجارية الآن افتتحت الكلام عنها، لما دخلت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف في البداية، إنما استمع لمديحها ولكلامها، لكن لما جاءت في حتة معينة وقف طوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما برد الباطل، الباطل والكلام الكعب والكلام الما هو حق، النبي صلى الله عليه وسلم ما بفوته بسبب طوالي. قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني فينا نبي بيعلم اللي بيحصل 200، اللي بيحصل بكره يا اخوانا، اللي بيحصل بكره هل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه؟ لا ما بيعلمه. من وين جبنا الكلام ده؟ اقرا سوره لقمان، اواخر سوره لقمان، الله قال: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. شوف اللي بتحصل، اللي بيحصل لك بكره ما في بشر ولا مخلوق بيعرف. أتحداك أنت هسه عارف بكره بيحصل لك شنو؟ حتفطر بشنو بكره؟ حتتغدى بشنو؟ حتتعشى بشنو؟ في دول بيعرف يا أخوانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف؟ ما بيعرف أبدا، ما بيعرف اللي بيحصل بكره، لأنه ده من علم الغيب يا أخوانا، لأنه بكرة دي غيب لسه ما جات، ولا ما كده؟ خليك من بكرة، الآن أنت ما بتعرف اللي بيحصل لك أسي بعد ساعة، بعد ساعة ما بتعرف اللي بيحصل لك. إنما علم هذا عند الله عز وجل، وده من علم الغيب يا أخوانا. يبقى جارية دي كأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب، طوال الرسول صلى الله عليه وسلم وقفها، قال لها: يا جارية ما تقولي كده، الغيب ده ما بيعلم به إلا منه، إلا الله عز وجل، لأنه ربنا قال في القرآن: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. ربنا قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده من علم الله عز وجل الذي اختص الله به نفسه. الشدة يا اخوانا الليلة في ناس شالوا ولا ما في؟ فيه الليلة في كم زول بيدعي علم الغيب؟ ها؟ أنا أضرب لك مثال بسيط جدا،
عندنا الليلة في المجتمع لما يروح منك شيء ها الناس بيسلكوا أحد طريقين، في طريق كويس وفي طريق الثاني ما كويس. الطريق الكويس راح منك موبايل قروش أي حاجة تمش تفتح بلاغ في الشرطة، ولا ما ياهو في حاجة اسمها تفتح بلاغ، بلاغ جنائي بتاع سرقة تمش تفتح كويس، ما في زول بيقول لك لا، ولا الشريعة ما بتمنعك، لأنه الشرطة هي الجهة المسؤولة إنك إنها ترجع لك شنو حقك اللي سرق، ولا ما كده أخوان؟ ده ما فيه مشكلة، لكن المشكلة في الجماعة اللي بيقول لك أسمع سرقوك موبايل أي والله عندنا فكيب جاي بيجيب الرايحة في لمحة بصر. الكلام ده فيه ولا ما فيه؟ أنت واحد تقول لي لا ما تتكلم في الموضوع ده، لا أنت كذا خليك من إنه أتكلم ولا ما أتكلم، هو فيه ولا ما في شي ده؟ طالما فيه يبقى لابد نبينه للناس. أنت خايف مالك؟ ها؟ خايف ليه إنه الناس يعرفوا الحقائق؟ الشي ده ما موجود في المجتمع، بعدين نحن بنحفظ بكلامنا ده بنحفظ حقوق الناس يا إخوانا. أول حاجة تصحي عقيدتك، لأنه ما في فكي بيقدر يجيب الرايحة، يجيبها من وين؟ يا إما يكون شغال مع الحرامية هو، ولا يكون شغال مع الشياطين، واحد من الاثنين ديل. والله الفكي ده يا شغال مع الحرامية يا شغال مع الشياطين، واحد من الاثنين ديل، لكن غير كده والله الرايحة ما بجيبها. أنت عارف لما تمشي له بيقول لك أها شالوا منك شنو؟ تقول له شالوا موبايل، يقول له خدت البياض، ولا الكلام ده ما في. احنا بنتكلم من احنا ما سودانيين في المجتمع ده، انت قاعد جينا نازلين بباراشوت من فوق، احنا عايشين في المجتمع بنعرف اي حاجه في المجتمع. يقول لك خدت البياض، عارف تلفونك قد يكون جالكسي بمليون، الشيخ بيدفعك بياض 500 جنيه، انت كده فقدت مليون و500. والله بقت جملة المسروقات مليون و500، لكن انت ما جايب خبر، اتحداك ال 500 بترجع؟ ما بت... الموبايل بيرجع؟ والله الاثنين ما يرجعوا، تكون فقدت جالكسي وتكون فقدت له 500 جنيه، يقول لك خدت ال 500 جاي بياض وان شاء الله تجينا بعد فتره، ولا يديك ورق يقول لك مش احرقه ويتبخر به، ولا يقول لك مش ادفنه ما تعرف وين، تكون انت لاف في صينيه فتره زمنيه طويله. في النهاية بعد ما ياكل قروشك بيقول لك والله المبروك أظن ما لك جسمه في الموضوع ده، والله تلفونك ده والله أظن ما بيرجع لك. طيب يا مولانا جيب القروش، يقول لك لا لا القروش شالوا الخدام، ولا ما كده شالوا الخدام، انت ثاني ما بتقدر ترجع. تقول ايوه خلاص خليناه القروش خليناه كده، خلاص أكل منا 500 وأكل من ده 500 وأكل من ده 500، في النهاية بياكل قروش الناس، تلاقاك فكي شغال في السوق ها، لو خلاص يشتغل ببيع حجبات ولا ما ياهو، يفرش له حجبات يقول لك حجاب بتاع رزق، تخيل ببيع حجاب بتاع رزق. يا اخوانا في دول ببيع الرزق ها، هو سوق حجاب ده وقت بيجيب رزق، انت مالك قاعد تحت الشجر يا الفكي، انت ما تلبس وخليه يشتغل فيك، انت تلقى قاعد تحت الشجر فرج الحجاب الساعه 12 العرق ماشي في جبينه ما فطر الطعميه ما عنده، يقول لك ده حجاب بتاع رزق، تلبسه الرزق يجيك طوالي يا اخوي، لا بنلبسه نحن ولا غيره، البسه انت ومش اسكن لك في عماره واركب لك عربيه اخر موديل، نحن ما دارين انه حجابك يا اخي، البسه انت ورينا بيان بالعمل ساي، ولا يقول لك ده حجاب بتاع محبه، ده بيقول الشباب والشباب الضيع، تلقى شاب ساكن له بيت شهور تلفونه ما دايره تديه، والله وكذا كويس ما تدي البيت ما تدي تلفونه لاي زول، ما دارت تدي تلفون تلقاه لافي وراسه سخن، يلين فيه واحد من النوع ده يقول له تعال، والله بيجاي في واحد يديك حجاب بتاع محبه يجيب لك البيت دي من اضانه، يجيبها جاريه كده يا زول ما بيقدر يجيبها، ما يغشك ساي، انت عارف ايش يشتري الحجاب، الحجاب يدفع فيه 500 ولا يدفع فيه مليون ويمشي ياخذ له ثاني شاكوشين ثلاثه، يبقى الشيخ قال شال القروش وهو ما طلع باي حاجه، في النهايه كله باطل في باطل. يبقى يا اخواننا موضوعنا الاساسي انه النبي عليه الصلاه والسلام ما بيعلم الغيب، ولا في مخلوق يعلم الغيب، انما عالم الغيب هو الله عز وجل. الضابط الثاني من ضوابط المديح مدح النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يكون فيه موسيقى، ما يكون فيه موسيقى. تتعجب والله الان تلقى الكمنجات والالات الموسيقى الموسيقيه يمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الآلات اللي بيجاي بيقولوا بها
ما تعرف عيناتك وما تعرف شنو الهوس. الشغالين بيجاي العازفين دل ذاتهم تلقاهم قاعدين ورا عمك المصطفى مني ليك سلام، يا هم ذاتهم دل بتاع الكمانجات يعزفوا لذاك عيناتك ويجي يعزفوا لذاك. قالوا مدح للنبي عليه الصلاة والسلام. بالله باقي لك النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف المديح الموجود الآن عندنا بالله بيقبلوا؟ والله ما يقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما تمدحوا بالآلات الموسيقية ويجيك واحد يلبس عليك يقول لك الصحابة ما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطار. بالله يا طار ها الطار يا تو، يقول لك طلع البدر علينا. انت كنت معهم؟ لا لا ما معهم. جبت من وين الرواية دي؟ الرواية ما عارفها انت، انت لا عارفها لا قريتها في كتاب، ترى بس سمعتها في التلفزيون. ومعظم الشعب السوداني بياخد دينه من التلفزيون للأسف الشديد. الرواية دي أصلا ما صحيحة ولا ثابتة، ولا الصحابة ما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا. داير نقاش علمي ما عندنا مانع نتناقش نقاش علمي. الرواية دي أوردها الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وحقق هذا الكتاب الإمام العلامة الإمام العراقي، وقال هذه الرواية لم تثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رواية ودراية. عرفت؟ حتى المدينة ما كان اسمها مدينة قبل أن يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تسمى طيبة، اسمها طيبة. طيب ديل قالوا جئت تشرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هي ما اسمها المدينة ذاته، كيف يكون جئت تشرفت المدينة؟ عشان تعرف الشغلة ملخبتة. كانت اسمها طيبة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سماها شنو؟ سماها المدينة بعد ما جاء من مكة. يبقى هو قبل ما يجي أصلا ما اسمها المدينة، يبقى كيف يقولوا جئت تشرفت المدينة؟ عشان تعرف الشغلة ملخبتة. الرواية ما صحيحة أصلا. يبقى يا أخوانا من ضوابط المديح داير تمدح النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل موسيقى ولا تدخل طارات ولا تدخل كشاكيش ولا تدخل نوبة. يا أخي أقعد أمدح حسين ما منعك أصلا، أمدح زي ما أنت داير، لكن الحاجات دي ما تدخلها. لكن إحنا عندنا في المجتمع السوداني يقول لك عشان تمدح الرسول لابد تدخل هذه الأشياء، تكون عندك نوبة وكشكوش وصفارة، تسمع الصفافير داقة، والله ما تعرف ذات الشغلة دي. في ناس مرور بيجاي ولا الحاصي شنو يقول لك لا لا ديل المداح، مداح بصفارة ونطيت، ناس يطيروا فوق يدقوا الوطا، ناس يلفوا بكراع واحدة، وناس يقعوا بالجنبة، وناس بيجاي، وناس ما تعرف واقفي الصفين زي تقول دارين يشوطوا ضربة حرة مباشرة بتاعت الكرة، تلقى صف واقف كده. عرفتها؟ واحد هناك في النص بيحرك الصف ده كله زي الشغل بتاع العسكرية، صف انتباه يحرك الصف كله. يا اخواننا ده مديح؟ هل ده مديح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ من ضوابط المديح انه يكون بكلام مفهوم. ما تمش تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ما بيفهمه الناس، بكلمات بتاعت شياطين وبتاعت سحر. ما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة زي دي. يا أخي أمدحه بلغة مفهومة عشان الناس ذاتها تسمع المديح ده وتستفيد منه. شوف أنا أسمعك مدح هنا من المجتمع عندنا، أنت ما حتفهم من المديح ده أي حاجة، لكن أنت رب تعرف المدح ديل، المدح اللي بتسمعهم ديل أنت بتعرفه كويس وأنا ذاتي بعرفهم، ها؟ لكن ما حتفهم أي حاجة. عشان أوريك شوف هل ده مديح للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. أسمع معي. طيب يا اخوان في زول فاهم حاجه يشرح لنا؟ انا ما عندي مانع اديه الميكروفون، والله ما عندي مانع. قال لك بأساسين اسى مربي الغوم بطاهة اسى ورجال ميمي. انا داير واحد يدخل الحلقه دي يوريني أساسين اسى يعني شنو، ويوريني رجال ميمي ذي المنوم ذاته. في زول بيعرف الكلام ده؟ ده مديح في البلد دي ولا ما مديح؟ ده مديح قاعد في، تقدر تغالط الشعب السوداني على المدح دي انه ده ما مديح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما بتقدر، لانه الشعب السوداني مسكين الا من رحم الله. دايرين ذول يوعيهم الناس دي، دايره ذول يوعيهم يا اخوانا. ونحن والله ما جينا الحلقات دي الا عشان نوعي الناس، ولا بندعوك لحزب ولا لجماعه ولا لطائفه. والله كان يوم جيناك شايلين استمارات قلنا لك تعال سجل اسمك
ولا قلنا لك تعال ابقى مع جماعة فلان ولا الحزب بتاع فلان، والله يشيل التراب ده كبه لنا في راسنا، والله العظيم شيل التراب ده كبه في راسنا. يا أخي نحن خايفين على الشعب المسكين ده، يا أخي يا أخي ده شعبي مسكين يا أخي، إلا من رحم الله. شعبي ما زال متعلق بالشيوخ، متعلق بالفكية، متعلق بالجباب، متعلق بالأضرحة، وقايلين إنه ده الدين الحق، قايلين إنه ده الدين اللي بيوصل إلى جنة الله عز وجل، وده والله ما الدين الحق. هل ده مديح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا مستعد أجيب لك مديح ثاني وثالث ورابع. ها؟ عندما تحينا قال دخل بلياء فتح كيكي جابوا الحموسي تحتوا البامبي، أنت فاهم حاجة؟ ها؟ قال مدير الأوكا الفي كيكي البيه الربط ما بيحلوا الكي، قال عنده البرزندي والشكجي، في دول فاهم حاجة؟ أشغله لك؟ والله بس الزمن ضاق علينا، أشغله لك أسي؟ دي ما ده مديح بجوه التلفزيون، أنت قالوا من وين ده؟ قال ده وين؟ ده مديح في التلفزيون، تلقاه في الباصات السفرية، مما تركب الباص يجيب لك واحد دخل بلياء فتح كيكي جابوا الحمسي تحتوا البامبي. وين أسي النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الرسول وينه عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي ده مديح لناس الخدار ساي بامبي وما، والله ما عنده علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن نسأل الله العافية، هذا كله ما بيجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام. دي وقفات قليلة وضوابط قليلة جدا من ضوابط مدح النبي عليه الصلاة والسلام. إن مد الله في الآجال، الحلقة مستمرة كل يوم ثلاثاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.